مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم مرة تانية في القسم الحواري، واللي قلنا هنتكلم فيه عن شبه جزيرة سيناء اللي بتعتبر هي الموقع الاستراتيجي لمصر، وهي مفتاحها في قلب العالم بقاراته وحضاراته، وهي أيضا محور الاتصال بين قارتي آسيا وإفريقيا وأيضا بين الشرق والغرب. النهاردة 25 أبريل بتمر الذكرى رقم 41 على ذكرى تتويج تضحيات الشعب المصري وقواته المسلحة بعد انتصارات 6 أكتوبر عام 1973، اليوم المحفور في تاريخ وذاكرة الإنسان المصري، والذي أكد أيضا على أن أبناء الشعب المصري أبدا لا يفرطون في ذرة واحدة من تراب الوطن. بمناسبة ذكرى الاحتفال ب 41 عام على عودة سيناء إلى أرض الوطن، عندنا الحقيقة أسئلة كتيرة متعلقة بهذه البقعة الغالية على أرض مصر، هنطرحها للنقاش أمام ضيفنا الكريم الأستاذ نجيب نصيف، ماجستير في مجال السياسة وتاريخ المصري القديم، أيضا باحث دكتوراه في التاريخ السياسي المصري. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ نجيب، منورنا. أهلا أهلا وسهلا بحضرتك هذا المشاهدين. ربنا يبارك في حضرتك. كان يهمنا طبعا ان حضرتك تكون موجود معنا النهارده وتلقي لنا الضوء على جوانب متعلقه بتاريخ سيناء. يعني لو حبينا نبتدي في البدايه خالص بالتسميه، سيناء ماذا تعني، وهل كانت لها مسميات مختلفه عبر التاريخ؟ بدايه انا بقول لكل شعبنا الجميل الطيب المصري الاصيل، كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك هنعمل زي ما بيقولوا بلغه السيارات مارشالير، اللي بيقولوا عليها مرسيدير مارشالير، هنقول يعني عوده سيناء، وبعدين كان قبلها عيد الفطر المبارك، صحيح. قبلها شم النسيم، قبلها عيد القيامه المجيد، يعني حزمه احتفالات وعياد. ربنا يجعل ايامنا كلها يا رب عياد وسلام. بخصوص سؤال حضرتك على سيناء، فهو الاسم ما هوش اسم مصري، هو الاسم بيعتبر عراقي قديم من أشور وبابل. كان في يعني أور الكلدانيين الموجودة في الجنوب، وكان في حران في الشمال، مركزين لعبادة إله القمر العراقي القديم اللي هو اسمه سين. ومن خلال هذا الاسم يعني جت كلمة سيناء. وطبعا كان في بالنسبة لمصر القديمة جحوتي زي ما بننطق بالمصرية القديمة، أو توت اللفظ السهل تحوت، فهو الموازي له. يعني لكن ده برضو إله القمر عند المصريين؟ ما هو كان منتشر آلهة كتير للقمر في بلدان، يعني في شمال الجزيرة العربية وفي غيرها من بلدان العالم، لأن كانت لسه العبادات ما ظهرتش، فهم المظاهر الطبيعية، القمر، الشمس وما شابه، هي اللي كانت بتعبد وقتها. طب إيه علاقة التسمية بحضارة زي ما حضرتك ذكرت بابلية؟ يعني إيه علاقة العراق هنا بمسمى مصري مثلا او على ارض مصر؟ يمكن كتير مننا ما يعرفش ان مصر هي اصل اللغات اللي هي الكتابه السينائيه الاوريه الاولى من سيناء. نعم. فهي دي كانت مجموعه من العمال المصريين من شرق الدلتا راحوا سكنوا هناك، لان هي كانت موضع او موطن للتعدين والمحاجر إلى آخره يعني. وكان في مجموعة برضو جات من الشرق من بابل واستوطنوا مع بعض، فظهرت الكتابة السينائية. نعم. اللي هي بتعتبر خلف للمصرية القديمة اللي هي الكتابة بالخط الهيروغليفي، وكانت هي الـ الأب الروحي للكتابة الفينيقية اللي هي انتشرت عن طريق التجار الفينيقيين للعالم، فأعطت العالم اللغات بتاعته. نعم. فهي اللغة اللي في العالم كلها أصلها مصري. نعم. أصيل. نعم. فهي دي اللي احنا بنتكلم على سيناء، وسيناء دي جوهرة لغاية دلوقتي أنا في تصور الشخصي ما أخدتش، مع احترام لكل أساتذة التاريخ والأثار، ما أخدتش حظها من التركيز، ما تعملش عليها الفوكس اللي يستحق أو تستحق هذه البقعة الخالدة في تاريخنا. طب ده هيخلينا أسألك، يعني لو حضرتك متاح لك أن أنت تاخد الدور ده، هتعمل فوكس على ايه تحديدا في سيناء ما تعملش عليه فوكس قبل كده؟ يعني هو في حاجات كتيرة. بداية مع ارتباطي بالرسالة بتاعتي كنت بتكلم على الأمن القومي المصري. نعم. فعايز أذكر جميع السادة المشاهدين بأهمية مصر اللي ذكرت في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل، وتجلى رب العرش في منطقة اللي هو جبل الطور، وليها نعم. وكان في قسم
طول سنين يعني وكده اهو، وكان في صوره كامله باسم هذه المنطقه الاخر، فبنتكلم على منطقه ليها مميزاتها الخاصه. فبدايه بالنسبه للامن القومي، فمصر ارض الكنانه اللي احنا بنقول عليها المحروسه، من مجر او مشر اللي هي المصريه القديمه اللي هي معناها المكنونه او الكنانه، ومن هنا ده استمر اللفظ لغايه يومنا هذا. الكنانة. ما بنقولهوش كلمه المحروسه كده او لانه مسلسل او خلاف. طيب ليه كنانه؟ المصريين لاحظوا بلدهم عباره عن صندوق ذهبي جميل مغلف باطار برواز، لما تبقى عندي صوره قيمه بحطها في برواز شيك وغالي. البرواز كان هبة أو عطية من 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 الله سبحانه وتعالى. فبنجد إن الناحية الشرقية في عندي البحر الأحمر. البحر الأحمر كده من خط 22 لحدودنا مع السودان جنوبا، يعني جنوبا لمصر، لغاية خط 30 ماشي دوري لغاية ما بيوصل لنهاية خليج السويس، نقطة خليج السويس. بنيجي نلقى ان بعد هذا المانع المائي لمصر في عندي مجموعه سلاسل جبليه عاليه بتصل ارتفاعها ل 900 كيلو، ده المتوسط بتاعها برضو على نفس المنطقه، وفي بعض مناطق منها بيبقى العرض من 350 ل 450 كيلو عرض. نعم. بيتلامس قرب الايه نهر النيل. نعم. زي مناطق هنا زي مناطق بالظبط. فاحنا بنتكلم على البحر الاحمر بخليج السويس اللي هو الامتداد، اللي هو بتكلم على خليج السويس يعني الفرع اللي باين علينا اللي ازرق الشمال الاطول شويه، العقبه العقبه الناحيه الثانيه. تمام. بعد البحر الاحمر وبعد سلاسل الجبال فانا عندي هضاب، يعني مستوى ادنى من ارتفاعات فدي حمايه طبيعيه، ما كانش فيه غزوات من هذه المنطقه. نعم نعم. بنيجي نشوف الناحيه الثانيه الغربيه غرب النيل، فبنلقى عند ثلثين مصر صحراء، صحراء الغربيه. صحيح. ما فيش غير جزر صغيره اللي هي الواحات، ميه كده جوفيه وشويه نخيل وحاجات بهذا الشكل. باجي في الشمال عند البحر المتوسط، باجي في الجنوب ربنا اكرمنا بالجنادل اللي الناس بتقول عليها خطا شلالات. لا هي جنادل. هي جنادل من الجندل الاول اللي موجود جنب الخزان اسوان لغايه السادس عندنا شمال الخرطوم. فدي ده المربع الذهب اللي موجود عندنا في مصر. بنيجي نلقى بقى سينا عامله زي ما ظهر على الخريطه اللي هو رقم 7 بالعربي. نعم. خليج العقبه وخليج السويس. 270 كيلو اللي هو خليج العقبه، 375 اللي هو خليج السويس. وبعدين بيمتد خليج السويس لغايه قناه لغايه بورسعيد عن طريق قناه السويس 175 كيلو للبحر المتوسط، لغايه البحر المتوسط عند بورسعيد. نعم. بوفؤاد وبورسعيد. وبعدين عند البحر المتوسط اللي هو الحته الزرقاء الصغيره اللي فوق الشماليه دي عندي 210 كيلو. وبعد كده هنرجع لخليج العقبه اللي هو على اليمين، الدراع اللي على اليمين، فهو ممتد لغايه برضو البحر المتوسط اللي هي حدودنا البريه مع فلسطين. عشان كده بيتقال عليها شبه جزيره، لان هي محاطه بالمياه من كل مكان ما عدا جهه واحده بالزبط. اللي هي الشماليه الشرقيه تعتبر يعني. فحدودنا مع فلسطين 220 كيلو متر. نعم. وبعدين البحر المتوسط بيبتدي من رفح لغايه ما بيوصل لبورسعيد في المنطقه دي. تمام. فدي عامله 61,000 كيلو، يعني 6% من مساحه مصر. نعم. ومقسمة لثلاث أجزاء. الجزء الجنوبي وهو الأقدس دينيا، وحتى عند المصر القديم. نعم. أقدس دينيا لأن احنا بنتكلم على جبل الطور. جبل الطور اللي هو عاصمة سيناء الجنوبية. وكان هو أصلا لما نتكلم على جبل الطور بنتكلم على أعلى مناطق جبلية في الجنوب في هذا الجزء المثلث الصغير بين الفرعين، اللي هو عندي جبل كاترين أعلى قمة موجودة في مصر، وبعدين جبل موسى اللي هو جبل تجلي بتاع سيدنا موسى. نعم. ومجموعة جبال تاني مختلفة. لما نتكلم على المنطقة دي، طبعا عند المصر القديم كانت أهميتها كانت منطقة التعدين، ومن هنا جاء اسم تاني لسيناء اللي هو بيا أو الجمع بياو. والكلمة دي هو ترادف لكلمة نحاس وكلمة تعدين. لأن هو النحاس كان من أوائل الحاجات اللي هم نبتدوا يعملوها، ولقوا البوتقة ولقوا الأدوات والأفران. تمام. والحاجات دي وكده هو. تمام. فدي بيا أو بياو وكده، وليها اسم تاني مفكات لأن في الفيروس ليه مدرجات الفيروس. فهنا طاء ام مفكات يعني ارض الفيروس، او طاء ام بياو يعني ارض النحاس. فده بالنسبة لمصر القديم.
بقى شمال الحتة المثلثة الصغيرة بين الفرعين في النص دي عندنا منطقة هضبة التيه، التيه اللي هو كان مع شعب إسرائيل وخروجهم وكده مع سيدنا موسى. المنطقة دي زي ما هي مقدسة عند اليهود هي أيضا الإكسيدوس بيتقال عليه اللي هو الخروج بين هي أيضا مقدسة عند المسلمين. ويمكن في كتير ما عرفوش أن قبل رفاهية الطيران والمراكب كان المصري والتخيلي بقى المغربي وكده اللي كان بيعمل مشقة السفر الحج أنه بيطلع من القاهرة القديمة لغاية ما يوصل للسويس، ومن السويس بيمشي في هذا الضرب لغاية نخل، ومن نخل إلى العقبة، وبعد كده بينزل يروح العربية السعودية. تمام. لأن العقبة هي نقطة التقاء السعودية للجنوب، الأردن إلى شرقها، وفلسطين الحبيبة إلى الشمال. فده كان ضرب، كان بيسموه كمان الضرب السلطاني. ليه؟ لأن اللي اهتم بيه كان سلطان مملوكي اللي هو قنصوت الغوري، واحد من أجمل سلاطين المماليك. نعم. اللي هو حمى مصر أيضا من غزوات البرتغاليين، وفي نفس الوقت كان قام بالطريق ده. عشان كده في حتة في النص اسمها تل موجود عليها لوحة فيها آية قرآنية، وبعدين بيقول أنه تم العمل ده بمعرفة السلطان المملوكي تحسبا لله، وحاجات بهذا الشكل وكده، لأنه هو قطع بقى حاجات من الأحجار وكده، وراح قعد مهد الطريق عشان يخفف المشقة على الناس. نوصل للجزء الثالث الشمالي من سيناء، فده الجزء السهلي الجميل، وأشهر ما فيه هو طريق حورس الحرب. طريق حورس هنرجع له، بس انا عايز اقف شويه برضو عند كلمه سيناء يا استاذ نجيب. هل سيناء برضو في بعض القراءات قيل ان اطلق عليها اسم الحجر، او معنى اسمها الحجر او الحجر؟ ده له علاقه بطبيعتها عشان تضاريسها يعني. بالظبط بالظبط. هو يعني احنا عندنا يعني كلمة أحمر أو كلمة صحراء ديشرت، فكان بتقال عليها تا ديشرت، وكان في تحوير للكلمة بمعنى أن هي أرض الأحجار أو أرض الحجر، على أساس أن هي أرض الجبال يعني كده. هو زائد الأسماء الأشهر بعد السين هي كانت بياو وكانت مفكات، يعني على أساس المناطق وكده، وخاصة مناطق سرابيت الخادم ووادي المغارة وما شابه، يعني اللي هي وجدت فيها النقوش السينائية. بالضبط. طيب بالزبط. هل كان لها اسم معين في الهيروغليفية؟ يعني كان بتوصف بأنها أرض الجدب والعراء، هل فعلا كان لها اسم معين؟ ولو كان صحيح لماذا أطلق عليها هذا الاسم؟ ما هي الجدب والعراء مرتبطة بالأحجار برضو، على أساس أنها بتعتبر منطقة خالية. إلى حد ما خالية وطاردة. نعم وطاردة، يعني لا تصلح لسكن البشر في بعض مناطق كبيرة. طيب في التوراة قيل إنها سميت حريب أو خراب. لماذا يعني؟ لماذا أرض حريب برضو أرض العراء؟ اللي هي جزء من الرحلة بتاعت خروج العائلة المقدسة، لا خروج بني إسرائيل مع سيدنا موسى. طيب لو حبيت بقى أعرف فيما يتعلق بالنقوش السينائية، برضو عايزين نقف أمامها شوية. النقوش السينائية تم اكتشافها يعني افتكر 1905 اعتقد، في بدايه القرن العشرين بالظبط، وبعد كده فك رموزها عام 1917. ايه اللي اتوجد في هذه النقوش؟ عملوا مقارنات، يعني طبعا لان التفاصيل كتيره، ده محتاج لحلقات كتيره. نعم. فحضرتك هناخد بس عناوين حضرتك. فهي بيجيبوا الحروف الاولى وبيلقوا ان هي تحوير، زي ما بنتكلم على الكتابات المصريه القديمه. نعم. ما بنتكلمش على لغات، انما بنتكلم على كتابات، زي ما اتكلم على النسخ والرقعه والثلث الاخر، فهي دي كتابات. فطريقه الكتابه من الهيروغليفي للديموطيقي اللي هي ديموس اللي هو يعني الديموس اللي هو الشعبي وكده، هو كده. وبعدين كان في هيراطيقي اللي هي لغه المقدسة، او كتابه المقدسه بتاعت الكهنه وكده. هو فهي في تطور لغايه ما ابتدينا ان احنا اصعب خط ممكن يتقرا بالنسبه للنصوص المصريه القديمه كانت في العصر البطلمي والروماني. المصري بقى بيبقى عنده نرجسيه وحبه لتاريخه. طب انا اشوف الغرب اللي حاكميني دول هيعرفوا لغتي؟ فابتدى يعمق ويوسع وحاجات من دي، وعشان كده ده بيشكل نوع من الصعوبه بالنسبه لقارئ او يعني اللي هو دارس للغه المصريه القديمه. طيب بكتابتها فك طلاسم النقوش السينائيه عرفنا ايه او فدنا بايه؟ فدنا ان مصر عميقة الجذور يعني في كل حاجة. يعني لما بنتكلم على الأوليات اللي غنتها الست أم كلثوم يعني وكده، احنا بتوع الأولى، احنا اللي بنبني الأسس والناس تكمل زي ما هي عايزة.
وإذا كان دلوقتي ظروفنا مع التكنولوجيا وكده مش متصالحين قوي بده، لكن في شباب عفاريت ما بيننا بيعرف بيعمل شغل غير عادي غير عادي يعني وكده هو، لكن مع ظروف مادية، مع ظروف يعني كانت بالنسبة لفترات استعمار وظروف سياسية ما كانتش كويسة، كل ده عمل نوع من التجبيل للإرادة المصرية. لكن يعني الفكرة ان احنا بنقول لهم وكنا بنقولها حتى الفرنسيين الانجليز، لغتكم دي فيها كذا كذا، بنطلع لستة بقائمة مسميات ما زالت موجودة عندهم يعني كان أصلها مصري، زي ما بنتكلم على كتير من اللغات فيها تداخل وفيها اقتباس وحاجات من دي. فدي بتدينا ان احنا الفينيقيين كانوا أصلا محترفين لعملية البحر وكده، فخدوا ده وكتجار نقلوا الكلام ده على شاطئ البحر المتوسط فوصلت للبلاد الاوروبيه. عريضكم من له مثل اولياتي ومجدي. بالظبط بالظبط يعني. ليكي حق. طب هرجع مره ثانيه بقى للاهميه الاقتصاديه والاستراتيجيه لسيناء، حضرتك تقول فيها ايه؟ الاهميه الاقتصاديه ان هي منجم ذهب، مش ذهب بمعنى ذهب، انما الثروه الغاليه النفيسه. فاحنا بنتكلم على ان انا عندي في النحاس، في عندي الفحم، الفحم طبعا، في عندي منطقة الدراع اللي شفناه بتاع خليج السويس ده كله بتاع نفط وبترول إلى آخره وغاز إلى آخره بهذا الشكل، في عندي الجزء طبعا مع الفيروز مع النحاس إلى آخره، بل الجزء بتاع الكثبان الرملية على الساحل الشمالي ده هو واخد نوع من القباب المحدبة اللي هي بتاعة الحجر الجيري. نعم. اللي هو اللون الأبيض وكده هو، والطفلة والرمل الآخر، فهي مخزون استراتيجي هام بالنسبة لمصر كثروة يعني وكده هو. نعم. فده من ناحية الاقتصادية، من ناحية وطبعا نواحي التجارية، ان انا بتكلم على خليجين يعني المثلث ده وخليج عقبة ومضيق تيران ومضيق تيران والعمق بتاعها من بحر متوسط لغاية راس محمد وشرم الشيخ 395 كيلو، احنا بنتكلم عليه، بنتكلم على بقعة يعني عايزة المحافظ بتاعها يبقى ملم بكل التفاصيل، بيحط ايديه في ايدين الناس اللي هناك بيطلعوا كل ده، دي تغني مصر كلها، تغني مصر كلها طبعا. طيب لو رحنا بقى لطريق حورس اللي حضرتك اشرت اليه، طريق حورس الحربي، اولا تاريخية هذا الطريق وأهم المعارك اللي شهدها هذا الطريق، ولماذا أطلق عليه طريق حربي، وكان بيمتد طبعا من فين لفين؟ ده يعتبر واحد من أهم المعالم التاريخية العسكرية لمصر، وده اللي كان مستفز بالنسبة لي وأنا بعمل رسالتي، وأنا آسف أنا يعني مش القصد أن أتكلم على حاجة بشكل شخصي، إنما هي الفكرة لما يقولوا أن نظرية الأمن القومي دي نظرية أوروبية وبدت بعد صلح وستفاليا في القرن 17 1648 والدولة القومية، دولة قومية يعني أنا عندي دولة قومية كانت من القرن 32 قبل الميلاد، فبنتكلم عليه على أن دولة وهي لسه في تاريخها في الدولة القديمة في اللي هو بنسميه عصر الأهرامات في الأسرة الستة مع عصر تيتي وميرئن رع وبالذات بيبي الأول حوالي القرن 23 قبل الميلاد 2282، بتيجي هجمات على مصر من أضعف طريق، لأن سيناء تعتبر أضعف طريق بالنسبة لمصر اللي هي منطقة ساحل البحر المتوسط اللي احنا بنتكلم عليه. تعتبر أضعف طريق؟ لأن الطريق ده طريق سهل سهول، وبعدين كان في خط نهر واحد من أفرع النيل السبعة بتاعت الدلتا اسمه البيلوزي. نعم. كان واصل هناك وبيرمي رسوبات بتاعته يعني وكده هو، فطريق يصلح للزراعة وللسير إلى آخره بطريق سهل جميل إلى آخره، اسمه العامو حريوشع. عامو كان بيطلقها المصر القديم على الأسيويين عموما، لكن دول عامو حريوشع، عامو اللي هي بدو كده هو إجمالا، حر اللي هو شكل الوجه معناه فوق او على، يوشع معناه صحراء، فهم من بدو الرمال او بدر الصحراء اللي هم نجونا من جنوب فلسطين مرورا بايه بسيناء. نعم. احنا ما كانش عندنا وقتها جيش، قرن 23 قبل الميلاد 2200 وشويه 82، ما كانش عندنا جيش، كان عندنا شرطه، وشرطه في كل ولايه من ولايات مصر اللي بنسميها مقاطعه وبالاسم كان سبات،
لانها جايه من الفعل المصري القديم سب، معناه يقطع او يجزأ. فاحنا كان عندنا 42 زي المحافظات دلوقتي او المديريات، يعني 22 في الجنوب و20 في الشمال، وكان لكل مقاطعة حاكم وكان في شرطه عشان الامن والنظام والضروب والحمايه بما فيها شرطه العاصمه لحمايه مخدع الملك الى اخره. فلما جت الجحافل دي الحمية اللي موجودة غير قادرة على الصد، ده فيضان هتصدى لإيه؟ فراح الملك بيبي الأول كلف واحد حاكم من عندنا هنا من إيتهو نخن ونخب وكان واخد لقب حاكم الجنوب أيضا اسمه ويني أو أوني، بنفضل ويني يعني حسب النطق الأفضل يعني، فكلفه إنه يكون جيش. طب عم ويني هتعمل الجيش المصري ده من فين؟ دخل على النوبة خد من إرست ووات ومجاو إلى آخره وإليفانتين، مشي بقى لغاية ما وصل إلى إطفيح جيزة يعني، وبعدين دخل على مناطق الدلتا واتمحوا بعض القبائل من ليبيا كمان، وعمل هارموني بمترجمين بكله بروح وسط هذا الخليط المصري الجميل في ذلك الوقت. طب احنا عرفنا الكلام ده من فين؟ كتب الكلام ده في أطول نص مصري موجود داخل مقبرة كانت في أبيدوس العرابة المدفونة اللي هي سوهاج، واتنقلت بعد ما تقطعت إلى المتحف المصري، بيتكلم على تأسيس الجيش في ذلك الوقت، تأسيس الجيش، وكاتب أنشودة الانتصار، وبتكلم عن أخلاقيات الجندي المصري الأصيل. أن ما هو يعني أنا آسف التعبير ما بيستنطعش على المواطن، بمعنى هو معدي في مدن ما ياخدش العيش بتاع الناس عشان هو جعان، ما ياخدش مثلا معزة أو حاجة من دي عشان يتبعها ياكل، لا ده معاه زي وزارة تموين للجيش بتمده بكل حاجة عشان يبقى عفيف النفس واليد. وبيجمع كل ده، وبعد ما بيعملوا انتصاراتهم في 5 حملات ومنهم واحدة لأول مرة في تاريخنا تبقى أسطول وبري عشان يطوقوا الجماعة دول، أسطول احنا بنتكلم على بحري وبري لغاية ما طردوا دول ووصلوهم لفين. ودي نقطة لفتت نظري جدا، وصلوهم إلى جبل الكرمل في فلسطين. يعني المصري القديم في ذلك الوقت كان مدرك إن واحدة من أهم أبعاد الأمن القومي المصري العمق الفلسطيني، وصل إليه. وده تكرر في كل حروبنا الكبيرة المقدسة حتى في العصر العربي وفي ما بعد، إن فلسطين دي مش رفاهية إن احنا ندافع عنها ولا مجرد مقدسات دينية، يا أخي خدها بشكل إن هي دي نوع من الذاتية إنك أنت بتحمي أمنك القومي. نعم، فهم نجسدوا ده. هل ده ويمكن ده آخر سؤال ليا في الجزئية دي، هل ده اللي بيخلي دايما مصر حريصة على إنها تقول في إطار علاقتنا بفلسطين وبسوريا وبالجانب الشرقي الشمالي ده إن هو ده البعد أو الأمن القومي المصري؟ ده لازم. ألف باء الاستراتيجية المصرية والوطنية المصرية إن أنا أدافع عن فلسطين. نعم. زي ما أدافع عن السودان، زي ما أدافع عن ليبيا. دي حاجات مقدسة، أمن قومي بالنسبة. أمن قومي وركائز لنظرية الأمن القومي المصري. نعم. هنتقل بقى مع حضرتك بعد ما نروح لهذا الفاصل، هننتقل مع حضرتك لبعد آخر في سيناء. سيناء أرض الرسالات والديانات، أرض الفيروز كلها خيرات وكنوز ارتوت بدم ولادنا، يوم النصر والفرحة عمت كل مصر، يوم 25 إبريل يوم ما اترفع على أرضها من تاني علم مصر. الخامس والعشرون من إبريل عيد تحرير سيناء ويتواصل البناء. برجع لضيف الكريم مرة ثانية الأستاذ نجيب نصيف، وناخد بقى تفاصيل أكثر حول طريق حورس. طريق حورس الحربي، أولا ليه حورس؟ لأن حورس هو المنتصر. لما بتكلم على كلمة حور
او حورس باليوناني بالاغريقيه يعني معناها المنتصر، لان هو في الاسطوره اللي حضرتك عارفاها انتصاره على عمه الست رمز الشر. نعم. وكده وتجميعه. فهي يعني زي ما يكون نوع من التفاؤل بانه هذا الطريق سوف يكون طريقا للانتصار. وكان دائما. نعم. طريق نصر مصر يعني. نعم. في حملاتها وكده اهو. فبنجد ان الطريق طبعا يعني احنا بنتكلم على ووني وخلافه كان مر بهذا الطريق، لكن الطريق الدارسين بيأكدوا على انه من الدولة الوسطى يعني القرن 21 قبل الميلاد، واشتهر بالذات في الدولة الحديثة. الاسرات اللي هي بعد كده يعني 18 19 و20 اسماء زي سيتي الاول وزي رمسيس الثاني وكان برضو منه احمس محرر مصر من الهكسوس. طبعا. لان دي كانت يعني حرب استيطانية قعدت فوق 150 سنة. صحيح. كبدة على انفاسنا يعني وكده هو. نعم. فبنيجي ان هتكلم على شخصية وهي شخصية سيتي الاول ابو رمسيس الثاني. نعم. ابوه ما عملش زي بعض الناس اللي بيبقوا مبسوطين يبعتوا ولادهم عشان ياخدوا نوعية من دراسة عشان تبقى حياتهم سهلة وبسيطة وكده، لا ابوه كان عنده فكر ان الراجل ده هيدافع عن مصر لازم يبقى زي ما احنا بنقول مدقدق في الجندية المصرية. نعم. فراح بعت ابنه هان عليه بمحبة وطنية، راح بعته على الحدود الشرقية قضى كل شبابه هناك. نعم. ضابط وصل الى رتبة، ما كانش الترقب التوصية، وصل الى رتبة ان هو كبير رماة. نعم. كبير خيالة المشرف على منطقة سارو بالخبرة لانه شبابه هناك كلها بعيد عن ابوه في التدريب، وكان لهم مدارس بقى يعني في مناطق مختلفه بيتدرج فيها لغايه ما بيوصل لده. المهم ان هو كان مشرف على هذا الطريق الصحراوي وعلى منطقه سارو. طيب هي سارو فين دي؟ اللي هي في منطقه الانطره. نعم. ودي بدايه الطريق. بعد حرب المجيده بتاعه 73 واحد من النفر، كلمة نفر معناها جميل. اللي احنا بنقول عليه نفر دلوقتي غيرنا التشكيل، انما هو كان نفر معناه الجندي الجميل وده لقب مصري قديم يعني. واحد من ولادنا الجمال بتوع الجيش المصري بعد حرب 73 واستردينا كده امجدنا هناك وكده، راح عثر على اطلال لهذه المدينة وصور وحاجات من دي، راح بلغ هوب ابتدوا جابوا بعثة ايطالية راحت رفع توبوغرافية المكان معالمه اللي هي على الأرض للموقع ده، وراحوا طبقوه بحاجة جميلة موجودة لغاية يومنا هذا. اللي بيروح يزور الكرنك بيدخل بوادي بيدخل بطريق الكباش في المدخل، بعدين عند الصرح الفناء المفتوح نخش على صالة أعمدة 5400 متر مربع مساحتها 134 عمود. العمدان الوسطانية 21 متر ارتفاع. شوف الجمال بتاع المصري في البناء وفي العطاء وكده. لما ندخل لهذه الصالة ونطلع على ايدنا الشمال وهو الشمال الجغرافي ايضا على الجدار الخارجي، عمنا ستي ده رسم لنا خريطة حربية لهذا الطريق. ليه؟ لان هو بقى لما تولى الحكم كان عايز يكمل اللي ما قدرش العمر ما امتدش بحور محب اللي قبله، عمل اصلاحات جميله حور محب. احنا بنتكلم عن سيتي الاول. على سيتي الاول ابو رمسيس الثاني. فحور محب كان سابق له، عمل اصلاحات اللي هم الهكسوس هدموها في المعابد المصريه. حتى حتشبسوت وخلافه عمل الترميمات، فهو لسه بيبتدي في هذا المشروع. قالوا له الحق ده في قبائل جايه من هذا الطريق من الشمال من بدو ايه جنوب فلسطين اسمهم الشاسو. ودي كانت اصلا هجرات جات من شمال العراق وامتدت لهذه المنطقه ومكتسعه عشان تدخل مصر. وبعدين تجمعوا فين؟ تجمعوا في بيسان وفي حماه، بس مش حماه سوريا يعني في المنطقه دي، وفي حته اسمها يانهم، ثلاث فرق. فهو بذكاء شديد طلع بجيشه عن هذا الطريق اللي هو من سارو القنطره لغايه ما وصل طبعا العريش ورفح المصريه ووصل لهذا التجمع، وبعت لهم فرق مختلفه عشان ما يتجمعوش يبقوا عليه. وكان مين اللي بيحرضهم؟ ملك خيتا تركيا القديمه. العدو الاقليمي في المنطقه في ذلك الوقت. فهو راح قام بعمليه الانتصارات وكده، كان عايز يواصل لغايه ما وصلهم بقى للشام وكده هو الحاليه. قالوا الحق ده في اخبار ان في هجرات كمان تانية جايه من الغرب. شوف الامن القومي بيسمع في كل حته ولازم بيبقى الواحد الخريطه وعي قدامه بوعي شديد.
كانت شعوب آرية جاية من أوروبا واكتسحت شرق البحر المتوسط اللي هي مناطق الشام وكده، وجت تدخل لمصر. مصر كانت يعني متحصنة ببعض القلاع وكده، فراحت وصلت لليبيا واستقرت في ليبيا وعايزة مع المشوش وخلافه من القبائل الليبية تغزو مصر، فراح صدها بالشكل ده. لقى في حاجات في الجنوب قلق البر، مجمع بقى تمرد وحاجات من دي، راح مجمع برضو جيش وراح طلع لمنطقه ساي بين الجندل الثالث والرابع في العمق السوداني الحالي. وحط لوحه هناك، احنا ما بنتكلمش نظري، ده في لوحه حدود حاططها هناك في ذلك الوقت. ده عمنا سيتي الاول اللي هو بيعتبر بعد احمص من اشهر الناس اللي هي قامت بالمرور بهذا الخط، خط حورس الحربي من سارو القنطرة. وأنا بتكلم على النقش اللي موجود في نقش صالة الأعمدة الخارجية أو الحائط الخارجي أو الجدار الخارجي لمعبد الكرنك. واصل سيتي الأول بالأسرة قدامه، هو في المركبة بتاعته وقدامه الأنطرة. الأنطرة تا دينيت، ده اسمها تا دينيت، وفيها تماسيح. طب ازاي ده منطقه بحر ووصلها لها تماسيح؟ عشان كبير النهر البيلوزي بيقسم المنطقه الى قسمين، انطره شرق وانطره غرب، عشان قدامهم كده الانطره. وكان اللي يعدي ده لازم يعدي كانه باسبور جوازات مرور، لان اللي بعد كده كانوا بيحطوا الهاربين والى اخره في هذه المنطقه اللي هم المجرمين، ويقطعوا لهم انفهم كعلامه عشان الناس تعرفهم ان دول ايه فاسدين وكده، مجدوع الانف وكده. فده كان سيتي الاول وكده اهو. يبقى مرت بيه احمص لما طرد الهكسوس بعد 150 او اكتر سنة في مصر، ومر بهذا الطريق حتى اوصلهم الى فين؟ الى شاروهين اللي هي غزة الحالية. وقعد محاصرها 3 سنين وبعدين طردهم خارج الحدود. فهو كل ما تلاقي فلسطين قاعدة بنتكعبل فيها، مش رفاهية، والله ما رفاهية. الموضوع ان ده جزء عدوي من مصر، الواقع والقضاء والتاريخ هي اللي بتقول ده. فبس ده بالنسبة لطريق طيب ده فيما يتعلق بطريق حرس الحرب. لو حبينا بقى ناخد فكرة عن مصر ما بين المسيحية والإسلام وعلاقة سيناء بهذا الأمر، أنا هنا بأشير إلى مثلا على سبيل المثال رحلة العائلة المقدسة مرت أيضا من خلال هذا الطريق. السيدة زينب. عندما زارت مصر أيضا بتدي برضو نوع من القداسة، يعتمز للانتصارات المصرية عبر التاريخ، أو كان مدخلا للمحتل أو للمستعمر، إنما أيضا كان طريقا يحمل أو كانت مكانا يحمل بعدا مقدسا أيضا. دي برضو مرحلة من المراحل الجميلة في تاريخنا يعني. أنا بلقى أن الرومان كانوا محتلين المنطقة. ففي فلسطين موجود ملك هيرودس كان مجنون بالحكم، حتى ان هو بيقتل ولاده عشان ما حدش يورثه، رغم ان هو لما يموت لازم حد يورثه بدل ما يبقى حد فاكر نفسه مش حلو تقريبا فكان سمع بميلاد السيد المسيح هناك في فلسطين من مجموعه من علماء الفلك عن طريق قراءاته وحاجات من دي وتتبع نجم الاخره على حسب النص الانجيلي. فبعد ما سمع راح مجمع اليهود اللي هم بتوع التوراه، قالوا لي ايه القصه دي؟ فقالوا له هو هيولد في الناصره وكده. طب امتى؟ قالوا له التاريخ ده، وهم قالوا ان احنا شفنا نجم معين وكده وتابعناه لغايه هنا كده. كان في ايماءات واشارات تقول ان فعلا في المنطقه دي. فقال للناس دول الضيوف كانوا من فارس، طب انتوا روحوا زوروه قدموا هداياكم وحاجات من دي وكده، وبعدين تعالوا قولوا لي عشان يعرف مكانه ويقتلوا يعني. دي كانت الفكره. فهم ان عرفوا بطريق ما اللي هيحصل ده، فهم نسبوه كده. فراح ادى امر بقتل كل الاطفال في بيت لحم ما دون العامين اللي هو التاريخ اللي حدده مع العصابة دي. المهم ان هو بعد كده العائلة المقدسة تركت بيت لحم وغزة ووصلت لهذا الطريق المقدس العريش. المسألة هنا كانت، أنا النقطة دي الحقيقة نفسي أعرف تفاصيلها، هل مصر دي كانت مسألة طوعية بمعنى أنه كان قدامهم اختيارات أخرى بس هم فضلوا مصر، ولا كان هو ده الحل الوحيد قدامهم؟ هو على حسب النص الإنجيلي كان في توجيه لمصر. ودي من المرات برضو اللي ذكرت يعني، واهرب إلى أرض مصر. واخد بالك تحديدا مصر. زي الآية الكريمة ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين منها. فهي كأن فيها إشارة لهذا المكان هو الحنان بعينه. كان ممكن يروح الشام أقرب.
بدل ده المجهود. لما انا بفكر في الرحلة دي بالخطوات اللي عملتها وهم راكبين على المؤاخذة حمار وقاعدين بيتحركوا في صحراء ومستنقعات وبرد وحر لمدة اكتر من 3.5 سنين، العملية مش سهلة طبعا. فدخلوا العريس وبعدين طبعا رفح والعريس وكده، وبعدين مشوا لغاية حتة قبل بورسعيد كده 25-27 كيلومتر اسمها الفرمة. فرمة دي اسم مصر قديم، بر امون، بيت امون. بقت برما في القبطية، بقت فرما او فرما في العربية، حطوا لها الالف واللام التعريف الفرما. وفي العصر اليوناني سموها بلوزيوم، بلوزيوم، وتحورت الى بلوزة. هي دي بلوزة. ما هي لما تقعدي تنقبي ورا المعلومات وكده بتلاقي حاجات جميله، تقعدي تضحكي وتبقي مبسوطه بهذه الحاجات اللي انت بتوصلي لها. يعني كده الكرنك والخوارنق بالظبط، بس الخوارنق اسم عربي او بينتمي الى اي لغه او جهه، وبعدين واشتهر وكده فاستخدم. يعني بعد ما وصلوا الفرمه اللي هي يعني بعد العريش ب 37 كيلو تقريبا و25 من بورسعيد وكده، راحوا نازلين بقى دخلوا على الشرقية تل بسطة، وبعد كده راحوا مسترد جنب القاهرة، ورجعوا تاني البلبيس، وبعدين عدوا في الدلتا وصلوا البراري كفر الشيخ بلقاس وكده، وبعدين عدوا فرع رشيد وراحوا الى البحيره ونزلوا الوادي النطرون، وبعد كده راحوا عدوا على المطريه عين شمس ووصلوا لمصر القديمه، طلعوا المعادي معديه خدوا منها مركب وصلوا البهنسه في بني مزار، وبعدين راحوا جبل الطير في صملوط، وبعد كده وصلوا الى ديروت الشريف اسيوط، وبعدين قوسية، ودي كانت اكبر فتره قضوها في دير المحرق في جبل اسيوط 6 شهور و10 ايام. نعم. فتره في مصر حسب الدراسات حوالي 3.5 سنين، مش اقل من كده، وبعدين راحوا عدوا على دير درونكا في جبل اسيوط، وبعدين راحوا رجعوا للناصره مره اخرى. نعم. فدي زياره مصر احتضنت العائله المقدسه، وبعد سنين تمر بيجي برضو ماري مرقس ويؤسس كنيسه الاسكندريه، واحده من اشهر الكنائس المسيحية في العالم. يعني. إذن هنتوقف قليلا بعد نهاية رحلة العائلة المقدسة، وبعد هذه الوقفة أو الاستراحة هنرجع بقى نتعرف من حضرتك على ديانة أخرى أو تأثير آخر ديني كان له علاقة أيضا بهذا الطريق، وهو قدوم السيدة زينب. يسعدني. بين عبق التاريخ وسحر المكان تجلى على أرضها الرحمن، سار الأنبياء في دروبها، نقش التاريخ قصص الخلود. الله أكبر، الله في زمن السيد المسيح اعتبرت سيناء هي الممر القوي الذي جاءت من خلاله العائلة المقدسة إلى أرض مصر، باعتبارها بلد الأمان وأرض الكنانة وأيضا الملجأ الآمن الذي تستطيع أن تعيش فيه العائلة المقدسة. هذه الرحلات النبوية المباركة على أرضها جعلت لسيناء عظمة وجعلت لها قدسية خاصة في قلب كل مسلم وكل مسيحي، فقد ورد ذكرها صريحا مرتين في القرآن الكريم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. سيناء رمز العزة والكبرياء. Here in this country. I'm not ready to capitulate or to surrender one inch or a bit of sand from our land. حد فاصل بين الحرب والسلام،
بين الممكن والمستحيل. وتأبى أرض سيناء إلا أن تعيد كتابة تاريخ جديد من سجلها الحافل بالبطولات عبر مواجهة التحديات الأمنية للبؤر الإرهابية، تلك التي أوهمت نفسها بإمكانية إقامة إمارة لها على هذه البقعة المقدسة من أرض مصر. سيناء أرضنا، إحنا نموت ولأن حد يقرب من أرضنا. الحرب على الإرهاب اللي احنا فيه النهاردة، نرجع لقول سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكر عنا أننا نحن خير أجناد الأرض، واللي بيقاتل في سيناء النهاردة هم من خير أجناد الأرض. الحديث بتاع سيدنا الرسول في نبوة، الجزء الأول وصفنا، والجزء الثاني بيقول وهم في رباط إلى يوم القيامة. اللي احنا فيه ده رباط. عقيدة راسخة في قلب شعب وجيش لا يقبل بالتنازل ولا يرضى بالمساومة. إن شاء الله حنيجي نحتفل بفضل الله سبحانه وتعالى بالنصر الكامل على خوارج العصر. وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها سيناء، وسعيا للاستفادة من ثرواتها وأماكنها المقدسة وموقعها الفريد، عزمت القيادة السياسية أن تعيد بناء مجد هذه الرقعة الغالية من أرض مصر الطيبة من خلال مشروعات عملاقة في كافة المجالات، لنحفر سطورا مضيئة وواعدة لمستقبل سيناء، ليعم الخير على كل ربوع البلاد. سيناء حلم وطن يتحقق بسواعد أبنائها. قطعنا الكثير لكننا نتعهد أن القادم أفضل. سيناء أسطورة مكان وملحمة شعب. سيناء سيناء أرض الله اللي كرمها يوم كلم موسى وصى عليه. بس نجيب، برجع لحضرتك تاني، السيدة زينب في مصر ده برضو جزء حلو. يعني مصر اللي احتضنت الأديان زي ما احتضنت العائلة المقدسة، بنلقى في عز أزمة الإسلام السياسي إذا صح التعبير في معركة أو موقعة كربلاء، اللي هي كانت أصلاً كرب على المسلمين عامة، وبالذات وبالذات على السيدة زينب رضي الله عنها. السيدة زينب أم هاشم، أخت الحسن والحسين، صاحبت سيدنا الحسين وهو في طريقه إلى كربلاء، بتشجع الناس وكانت خطيبة ولبقة إلى آخره بهذا الشكل عشان دفاعا عن حقه من المغتصب اللي هو يزيد بن معاوية في الدولة الأموية. نعم. فوصلت إلى هناك، وطبعا كانت الأحداث بتاعت كربلاء إنها شهدت أشلاء أخوها العزيز الحسين على الأرض، لقت في مجموعة من السبايا والأسرى من سيدات البيت يعني وكده. فطبعا كل ده بالإيد الملطخة سياسيا بتاعت يزيد ابن معاوية ووالي الكوفة. حتى بعد ما وصلت له بعد طريق كربلاء إلى الكوفة، هو كان الإيد البطشة ليزيد ابن معاوية إلى آخره، وكان صليط اللسان في الرد الآخر. فهي كان في مجادلة معه عشان تبين الحق، اللي هو الراجل أو الست اللي تقول الحق في وجه الظالم أيا كانت الضريبة اللي هتدفع. صحيح. وبعدين رجعت طبعا لأنها كانت فقدت يعني
أخوها وفقدت ثلاثة من أبنائه، وفقدت ابنها عون وابنها محمد، فرجعت بكل هذا وهي مكلومة إلى المدينة يعني كده تشتكي لله ورسوله إلى آخره بهذا الشكل. فوجودها مع حديثها إنها بتفضفض على اللي جواها من هذا الظالم عمل تأجيج للمشاعر ضد الدولة أو الخلافة الأموية. نعم. فكان لابد من تطبيق أمر يزيد بن معاوية ووالي المدينة اللي هو من قبل هذه الخلافة بأنها تترك المدينة وكده. طيب أنا أترك المدينة يعني اللي هي بتعتبر بيت أبويا وجدي وكده، هل ده صح وكده ووطني؟ أجبرت على هذا بشكل أو بآخر واختارت مصر. اختارت مصر لأنها تعرف أن فيها أهلا يحبون الله ورسوله يعني بعد إيمانهم بالإسلام وكده. دخلت في استقبال بالزغريد والطبول الاخر في بالبيس في الشرقيه بالطبع يعني كده اهو. وبعدين اعطوها يعني بيت واحد من التجار الكبار يعني بتقعد فيه، بيت الوالي اقصد. نعم. قعدت في بيت الوالي وكده اهو، وكان استقبلها هو كان مسلمه كان اسمه مسلمه ابن مخلد الانصاري، استقبلها واسكنها في بيته اللي هو صار ضريح بعد ايه وفاتها. كانت وصلت في شعبان 61 هجرية وقعدت سنة، وطبعا هي كانت يعني من السيدات المتكلمات الآخر، فكان بيتردد عليها كثير من الناس وبيسمعوا إلى أحاديثها وإلى يعني التاريخ الإسلامي والفقه الديني الآخر بهذا الشكل. وبعدين دخل عليها رجب فاحتجبت بقى استعدادا لرمضان، وكان صحتها تعبت فهما قالوا لها يعني نصحوها بأنها توقف الصيام يعني نصحها كنصيحة طبية وكده. قالت لهم أنا منتظر ده. وفي يوم 15 رمضان 62 كانت حصلت الوفاة وكده هو. نعم. بعد ما شرفت مصر وقالت دعاء جميل بذكره. بتقول يعني دعاء لأهل مصر، أهل مصر يعني نصرتمونا نصركم الله، وأويتمونا أواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، وجعل لكم من كل مصيبة مخرجا ومن كل ضيق فرجا. فدي برضو حاجة من الحاجات اللي احنا بنبروزها بالنسبة، لان كان في 100 صحابي او اكتر دخلوا مصر، وعندنا مراقد لكتير يعني السيدة زينب برضو بيحضرني بعض حاجات عن السيدة نفيسة، وكنت بتابع حتى مسلسل بتاع الامام الشافعي فكان ذكرت فيه. والسيدة نفيسة برضو يعني لان في السياق نفس الكلام بنجد ان هي ما جاتش نتيجة كربلاء أو مشاكل سياسية، إنما جات بحب. نعم. ودعوة من الحجيج المصري في المدينة. صحيح. تعالي. صحيح. فتحت هذا الإلحاح في سنة 193 هجرية جات لمصر. نعم. واستقبلت وهي اللي أعطيت بيت أحد التجار لتسكن فيه، وكان طبعا لأنها هي نفيسة العلم الصوامة القوامة. نعم. يعني وكده، واللي كان بتطوف بالكعبة يعني مرارا وتكرارا وبتصوم، وبعد كده كان بتمشي للحج على رجليها إلى آخره. نعم. بهذا الشكل. وكانت استقبلت في نقاشاتها اللي هو صاحب الموطأ، كتاب الموطأ، مالك بن أنس يعني المشهور يعني وكده هو، والشافعي في مصر إلى آخره بهذا الشكل. فلما كسرت أعداد الناس بقى في الزيارة والبيت ضيق وكده، فهي حبت ترجع للمدينة. نعم. فالشعب تظاهر، رفضوا وجابوا بقى الوالي وكده، وحاول يتناقش معاه، فقلت له عشان البيت ضيق وأنا باجي اتحرج من صاحب البيت. فقال لها طيب في يعني ضرب السباع، عندي بيت واسع فما عندكيش مشكلة. صحيح. في الموضوع. طيب ماشي. وحدد لها أيام معينة عشان بالضبط عشان الناس عشان تقدر توفق ما بين بيتها وعلمها وكده وما بين زيارة يومين. وغضبت عليها نفيسة العلم وكلمة الدارين. يومين في الأسبوع. نعم. وكده هو يعني حتى بعد وفاتها. نعم. جوزها المؤتمن كان يرجعها عشان تدفن في البقيع يعني. نعم. وكده هو. فالناس رفضوا كده، لكن الرفض ده يعني ما استقبلش استقبال يعني بقبول. نعم. من زوجها، حتى ظهر له منام والرسول الكريم في المنام بيقول اتركها لاهل مصر. نعم. نعم. وتركت لاهل مصر. شوف مصر. نعم. يعني لا مصر طبعا عظيمة. شوف مصر دي الناس مش عارفه ده وقاعدين بنخش في جدليات. الشافعي يعني قال في حب آل البيت اللي المصريين بيعشقوهم، يعني بالزبط. آل بيت رسول الله يحبكم. بالظبط. فضل من الله في القران انزله، يكفيكم من عظيم القدر انكم من لم يصلي عليكم لا صلاه له. اخر سؤال لحضرتك
عن المعارك المصيرية اللي هي أيضا ارتبطت بالأرض السينائية زي حطين عين جالوت، يعني نعتقد أن هي لها علاقة أيضا بشكل أو آخر. يعني زي ما قلت لحضرتك، يعني هي سيناء كانت هذا المعبر، فبنجد أن مش بس ارتباطها بسيناء وإنما أيضا بدور مصر في حماية الدين والمقدسات إلى آخره. نعم. فمن الحاجات اللي لفتت نظري ايضا وحضرتك ذكرتي وفكرتيني، ان بنجد ان مصر دفعت عن الاسلام في اهم موقعتين. نعم. موقع ذات الصواري، ودي حصلت عندنا هنا قرب اسكندريه سنه 655 ميلاديه، دي مع البيزنطيين. وكان وقتها سعد ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي السرح كان هو والي مصر في الوقت ده. نعم. كان العرب عملوا الفتوحات بتاعه مصر 641 وامتدوا الى ليبيا وغيرها، فده طبعا استفز البيزنطيين كثيرا. كان عندهم البحر المتوسط بيقولوا عليه نوسترا ماري باللاتينيه معناها بحرنا، بحر الروم، مش بتاع حد تاني، لان كان لهم سيطره وكانت لهم مراكب الى اخره. كان العرب المسلمين قليل الخبره بموضوع البحر، هم مجموعه مراكب جابوها من سوريا ومصر بعد دخول مصر يعني وسوريا بس. فجم بقى بعد هذه الانكسارات بتاعه البيزنطيين، راحوا جيشوا مراكبهم بناحيه اتجاه مصر، فطلع لهم بقى سعد وكده اهو. فواحد اسمه مالك ابن أوس كان حاضر هذه الموقعة، بيقول يعني هبوا علينا أعداد مهولة إلى آخره بتاع أكتر من 1000 مركبة وكده، عشان كده سميت بذات الصواري يعني وكده هو، وإحنا كان عندنا عدد صغير حوالي 200 وكده هو. وبعدين لما اقتربوا وبيتكلموا عشان بدايات الحرب وكده، فالمسلمين بيقترحوا أن احنا ننزل البر واللي يكون له الانتصار يبقى انتصر بقى الاراضي وكده. قالوا لا، الماء لان هم عارفين ان انتصارهم مش هيجي في البحر، طريق الماء. نعم. فبيجي والي مصر بقى بذكاء شديد قلب المعركه البحريه وهي في البحر الى معركه بريه. ازاي؟ مش انتوا اللي اخترتوا؟ راح بعت شويه فدائيين بحبال خلوهم يربطوا يقربوا المراكب ويربطوا المراكب ببعض. نعم. 10-20 مركب، 10، فبقت زي كانها ستيج او مسرح كبير، بقت كانها ارض. وابتدوا ان هم يحاربوا والدماء غطت المناطق الى اخره، وبعدين كتب النصر لمصر في هذه المعركه. نعم. بعد المعركه دي كانت حطين زي ما حضرتك ذكرتي، فحطين كان في قائد عظيم اسمه نور الدين محمود، عمل وحده كبيره اسلاميه كبيره في الشام وفي العراق وفلسطين الى اخره بهذا الشكل. بعد وفاته ترك ابن صغير صبي اقل من 11 سنه. شهوه الحكم عند الحكام، ما بيهمهمش البلد، ما بيهمهمش الشعب، ما بيهمهمش كذا، فراحوا هم عايزين يفرضوا الوصاية على هذا الابن كأنه هيتجوز أمه عشان تبقى البلد بلده مثلا. أيوة. فعشان يبقى الحكم إيه؟ حكمه. كان اللي بيلاحظ الموضوع ده صلاح الدين من مصر، ومنتظر الفرصة لغاية ما جات له الفرصة إن حكام دمشق يعني استخدموه، قالوا تعالى وامسك الحكم ايه عندنا. فانتهز الفرصه وراح هناك خدها، وخد القلعه بتاعه دمشق، خد حمص وحماه، حاول ان هو يعني يمسك حلب ما قدرش، استعصت عليه، راح وصل للموصل فما ينفعش برضه، كانت متمنعه بقوه الصليبيين اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت على سواحل البحر المتوسط. فقال طيب نتركها ونعمل هدنة على أساس نستفيد الوقت. 4 سنين هدنة. كل واحد يجهز نفسه كده للموقع الفاصلة. فحط من حاكم اسمه أرناط، حاكم الكرك، أنه هو لقى في قافلة مصر بتمون بيها جيش صلاح الدين وكده في الشام، فراح واخد المؤونة اللي جاية دي وأسر الحكام بتاعها والرجالة بتاعها. المفاوضات فشلت فكانت لابد من الحرب. نعم. فالحطين دي ما بين الناصرة وطبرية اللي فيها بحيرة طبرية. نعم. ففيها منطقة جبلية وليها قرنين بيسموهم قرني حطين، فطلع بقى بجيشه بقى صلاح الدين للمنطقة دي وكده هو. وبعد كده حصل بقى ان الصليبيين جم 27 كيلو بقى سيرا على الأقدام في عز شهر يوليو مع حر يوليو. لما وصلوا المنطقة دي كان العرب سيطروا على مصادر المية، فما فيش مية يشربوا بعد عطش الطريق وكده، والدنيا حر.
العرب راحوا مولعين بقى في القش وفي الاشواك والحاجات والعشاب وحاجات من دي، فطبعا لهيبها وكده وبتاع، وعملت غطيان طول الليل عليهم، وخلال ستر هذا الليل بالظلام والضباب والحاجات دي راحوا محاوطين الصليبيين. اليوم الثاني صحي فلقوا ان هم نفسهم محاطين، وكانت الموقعه موقعه فاصله لصالح صلاح الدين، فقعدوا يطلعوا لغايه جبال حطين، وكل ما طلعوا الخناق بيضيق عليهم لغايه ما استسلم حاكم او ملك بيت المقدس وارناط، وعادت بيت المقدس مره ثانيه. فطبعا كل الصغور والمدن دي عادت بما فيها بيت المقدس، وكان انتصار ده. يبقى هي دفعت في موقعه ذات الصواري وفي حطين. حمت الانسانيه كلها بقى في موقع اللي هي عين جالوت. عين جالوت كان في جنكيز خان قعد خد اكتسح كل شرق اسيا، اجزاء من الصين والهند وبحر قزوين وشرق اوروبا، لغايه ما وصل الى الدوله الخوارزميه، وقتل اخر سلاطينها جلال الدين وكده. هو دي يعني غرب فارس، يعني ايران اللي هي الدول الاتحاد السوفيتي الاسلاميه اللي صحيح. هي تركستان وأوزبكستان الى اخره، كل ده سيطر عليها لغايه ما وصل للعراق، حيث معقل الخلافه العباسيه في الوقت ده. فقتل المستعصم واستباح المدينه بغداد الى اخره. كان الدور بقى على ايه؟ على مصر. مصر كانت في وقتها تحت الحكم المملوكي، سلطان قطز قدر يوحد مصر داخليا، وبعدين استدعى بيبرس لان كان في خلافات قبلها، وطلعوا بقى بخطة أيضا في فلسطين، يعني من مصر ولكن في فلسطين. هو طلع على غزة، وبعد كده وصل إلى منطقة ما بين بيسان ونابلس اللي هي فيها عين جالوت، يعني برضو في فلسطين. وكانت خطة بيبرس خطة عظيمة، أنه بيظهر كقوة صغيرة استطلاعية مقدمة الجيش بملابس مختلفة كفرق، يلفت نظر مين؟ كان جنكيز خان رجع مات قصدي، وكان في تولوي ابنه، بعد ما مات في الأحفاد من ضمنهم هولاك اللي كان مسؤول عن هذه الحروب. ولما لقى في مشاكل في ورث العرش عندهم، راح رجع مرة تاني إلى منطقة المغول يعني، وترك نائبه اسمه كدبوغة. كدبوغة لما شاف مقدمة بيبرس طلع، قال ايه الجيش الصغير ده وكده والوان وبتاع عرض ازياء والحاجه، هل دي تعتبر خدعة بيبرس كان ثعلب يعني. فطلع بهذا الشكل، وكان باقي الجيش كله خلف التلال في عين جالوت. دي عينه اللي احنا فطلع العينه عشان حاصرها، فطبعا قعد يلعبوا بيبرس لغايه ما استدرجوا ونزلوا في الساحه، تعال لي بس وحطوه. وطبعا كدبوغة مات، فبالتالي انتهت المواضيع دي على يد برضو يعني الجيش المصري المملوكي الوطني اللي هو بيبرس والسلطان قنصلط الأولي. الحقيقة أنا استمتعت بهذه القراءة المتأنية واللي فيها الحقيقة تفاصيل كتيرة جدا جدا مهم كنا نعرفها النهاردة، وإحنا بنحتفل بذكرى مرور 41 عام على احتفالاتنا بعودة سيناء مرة أخرى. طابة ده أنا هختم بس بيها. طابة جاءت بطرق أخرى، يعني إحنا كان عندنا طريق أول حربية. البداية كانت الحرب، ثم التفاوض، ثم لجان التحكيم والتحكيم الدولي. المحصلة في النهاية إن إحنا لغاية 89 كنا استردينا كل الأراضي المصرية. مصر استخدمت كل الأوراق المتاحة عشان تقدر ترجع ده. طريقة التعاطي المصرية مع الورقة السينوية مع إسرائيل، شايفة حضرتك إزاي؟ يعني إحنا كنا مجروحين في 67 لأن ما حاربناش. بعد كده جت 73 عاملين لنا مانع يعني مائي ونبالم، وعاملين حاجز كده هو 21 22 متر، وفي دوشم وحاجات بهذا الشكل، وهنعدي ازاي من نبالم وكده. حرب الفرسان الشجعان زي ما بحب اسميها كل مره باجي التلفزيون، اللي هي حرب الاستنزاف. المؤرخ اللي ما لان هيبقى غير محايد، لان هي دي الارضيه كانت اللي بالدم وبالدموع، ورجاله كانوا بيعملوا حاجات فوق المعتاد، وهي فوق الطريق المعبد لحرب 73 بالظبط. انت بتضربي في العمق هناك وكده اهو، وبعدين لما يجوا بقى موشا ديان بتاع ياخد من اثار مصر اللي موجوده ويعمل له متحف وحاجات، كل ده نوع من الاستفزاز الاسرائيلي الغير مقبول. فوصلنا بالحروب والانتصارات، بس احنا مش هدفنا الحروب، ولا كنا اصلا دعاة حروب، بدليل ان هي ختمت بالسلام يعني. بالظبط. فانت بتقولي بس يبقى
السلام عادل، ما يبقاش السلام في اجحاف. لا يعني انت بتعمل سلام وانت في موضع قوه. بالظبط بالظبط، لان ما كناش نقدر نعمله قبل كده. نعم. انا انتظرت انتصرت فانا ممكن اقعد اتكلم معاك، لكن غير كده وانا مهزوم. وانا مهزوم. طيب اللي هتسمح بيه انا قبله. صحيح، لكن كده نقدر افرض شروط. كانت هي معركه دبلوماسيه مصريه. صحيح. استخدمت فيها كل الاوراق، مفيد شهاب و نبيل يونان لبيب وكده استاذ تاريخ ونبيل عربي، مجموعه من فرسان مصر في الدبلوماسيه. الدبلوماسيه المصريه اصلها مدرسه زي ما ده ذكرته اول واحد. يعني مدرسه ليها اصولها. نعم. يعني مش مدرسه الشوكه والسكين والاتيكيت. لا، السياسه بالسكينه وبالشوكه وكده اهو، لان مدرسه عريقه. بس في مرات انت بتقابلي نوع من الصلف ما بتقدريش تتعاملي قوي معاه، لان هو اصلا رافض الكلام. لكن وقتها احنا قدرنا ان احنا نكسر هذا الغرور الاسرائيلي ونعمل، لدرجة ان احنا كان في عسكري انجليزي في طابة وكان بعد جواب لحبيبته وبقول لها انا في طابة وفي قوات مصرية وفي اخذنا الجواب الغزل ده هو وكان من ضمن وثائقنا المصرية. صحيح. في قضيتنا وكده. فانت بتتكلم على رجالة قانون، رجالة خارجية وسياسة، وثائق، حاجات بهذا الشكل. يعني قدرة المفاوض المصري على انه يعني يرجع كل حقوقه بهدوء احنا كان عندنا وجدنا ده في المنيا رسائل العمارنة. نعم، تل العمارنة. تل العمارنة اللي هي كانت مدينة أخناتون، لقينا الرسائل بما فيها رسائل بكاء الناس بتبكي في مناطق الشام وكده، اللي هي كانت تحت الحكم المصري لما راح عمنا أخناتون والدروش بقى في صلاته وساب مصر، يبعتوا له الحقنا انقذنا، ده احنا كان مجرد اسم تحتمس الثالث بيرعب مدينة بالكامل وكده، وهو مع مراته قاعد يصلي وكده، وكأن الصلاة والصوم ده هيمنعوا عنه البلاوى اللي بتحصل لحدودنا في هذه المنطقة. نعم. صلي وصوم يا سيد الفاضل، لكن في نفس الوقت عليك انك تأتي بالأسباب. صحيح. في المكان اللي انت اؤتمنت عليه. نعم. فالخارجية المصرية ليها وثائقها وليها تاريخها الكبير، وتحية لكل رجالات الجيش ورجال الشرطة ورجال والقضاء ورجال الدبلوماسية. شكرا جزيلا أستاذ نجيب نصيف، باحث دكتوراه في التاريخ السياسي وأيضا ماجستير في مجال السياسة والتاريخ المصري القديم. شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الإضاءة، نورتنا، وكل سنة حضرتك بألف خير. أنا بشكر حضرتك على الاستضافة، وبوجه كلمة أخيرة لكل شعبنا في مصر وبالذات لحبايبنا في سيناء، احنا بنحبكم وحرصين عليكم كجزء اصيل من مصر، انتم مننا واحنا منكم، وان شاء الله بكره احسن للجميع بالتنميه. إن شاء الله. يا رب. كل عام وحضراتكم جميعا بالف خير، تحيه.